حنان جبران، مديرة مجموعة مدارس مصباح. إذا بطبيعة الحال كل سنة كنقوم باستعدادات للموسم الدراسي الجديد، وبطبيعة الحال بعد هذه الاستعدادات كتبدأ بعد التوصل بالمقرر التربوي اللي تتصدره وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي. يعني بعد توصلنا بالمقرر التربوي في آخر سنة الماضية، قمنا بعدة اجتماعات وعدة تحضيرات باش نحضروا الدخول لهذا الموسم الدراسي 2023-2024. وبطبيعة الحال كنقوموا بتسطير البنية التربوية ديال المؤسسة، ويعني يعني بإسناد الأقسام المختلفة الأساتذة. والحمد لله يعني مر هذا الدخول المدرسي في ظروف جيدة وبسلاسة كما العادة الحمد لله. بالنسبة للوزارة الوصية، انخرطت في مجموعة من الإصلاحات، وإحنا بطبيعة الحال كمؤسسة خصوصية يعني تلتزموا بكل ما كتصدروا الوزارة الوصية وتلتزموا به، وتنحاولوا ننزلوه في أحسن الظروف وبطبيعة الحال بكل الإمكانيات المتوفرة داخل المؤسسة. بالنسبة على المستوى العالمي، كاين واحد التحول، واحد الطفرة تكنولوجية اللي حنا تنعيشوها حاليا، يعني ماشي المستقبل ولكن هو الآني. يعني حاليا كاين واحد الثورة تكنولوجية كبيرة، وكاين كل ما يسمى بالروبوتيك والذكاء الاصطناعي اللي ولا جزء من الحياة اليومية ديالنا ديال المواطن. ولهذا المدرسة يجب أن يعني تتبع وتستعد لهذا التطور بطبيعة الحال من خلال تسطير برامج لتتخول التلاميذ أنهم يكونوا مستعدين أنهم يولجوا بعد التعليم الابتدائي وإعدادي والثانوي، أنهم يقدروا يولجوا هاد الاختصاصات ديال كل ما هو ذكاء اصطناعي، التجارة الإلكترونية، داتابيز مانجمنت. دونك دابا كيف ما تنعرفوا بأن هذا التحول التكنولوجي اللي عشنا خلال هذه 10 سنوات الأخيرة نتج عنه أنه ظهرت واحد المهن جديدة، واختفت مهن عديد من المهن القديمة اختفت. وهذا الشيء غيزيد بأن مع هذا التطور التكنولوجي ومع دخول هذه التكنولوجيا في الحياة اليومية ديالنا، أنه من هنا واحد بضع سنوات غيظهروا مهن جديدة وغتختفي مهن. ولهذا احنا خصنا نأهلوا تلاميذ اليوم لمواجهة هذه التغيرات ويكونوا في المستوى المطلوب باش أنهم يواكبوا التغيرات ويكونوا تهما يعني فاعلين ومنتجين وليس فقط مستهلكين للتكنولوجيا الحديثة. إذن بالنسبة لمثلث التلميذ والأستاذ والأسرة، طبيعة الحال هما قلب العملية التربوية والتعلمية. بالنسبة للمؤسسة بطبيعة الحال يعني التلميذ هو نقطة يعني
المستوى التعليمي ديال التلميذ هو الهدف الأسمى بالنسبة لأي مؤسسة خصوصية. يعني إحنا كنشتغلوا جميع مسخرين لتوفير كل احتياجات هذا التلميذ باش أنه يقدر يحقق تعلمات على عدة مستويات. يعني كاين بطبيعة الحال المعرفة بالدرجة الأولى، ولكن كذلك كاين يعني المكتسبات الشخصية ديال التلميذ واللي تيتسموا لو سافوار فير لو سافوار اتر، وبطبيعة الحال لو سافوار اجير. يعني احنا في المؤسسة تنصحوا باش ان التلميذ يتعلم انه ياخذ المبادرة وانه ياخذ القرار وانه يفكر ويناقش ويحلل ويخدم في مجموعات ويكون قادر على اخذ الكلمة امام الناس امام الجمهور. يعني خلال المسار الدراسي ديال التلميذ اللي كيدخل المؤسسة وهو عنده 3 سنين وتيخرج وهو عنده 17 عام، يعني هذا مسار حياة واللي حنا تنأهلوا هاد التلميذ باش انه يخرج للمجتمع يكون انسان صالح، انسان قادر يواجه تحديات. وبطبيعة الحال من خلال برنامج اللي هو يعني توفر ولا تيسمح لهاد التلميذ باش انه يتعلم مجموعة من المهارات والكفايات اللي غتأهلوا لهاد المسألة. اذا حنا داخل مؤسسة مصباح مجموعة مدارس مصباح تنسهروا على أن التلميذ يعيش مجموعة من التجارب خلال المسار الدراسي ديالو على حسب السن ديالو اللي تأهلوا أنه يتعلم ويتحط في, 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 في مواقف اللي تأهلوا باش أنه يسقل المواهب ديالو، يكتشف الذات ديالو أولا، ثانيا أنه يتعلم مهارات جديدة وأنه يكون مواطن صالح وقادر على الإنتاج. يعني انتاج وعلى يعني انه قادر يواجه مختلف الوضعيات اللي يمكن تحط فيها.